نعم ومن شاء ياتي ياتي ومن شاء انكر 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 جعلني سميرا النجم في الليل حافظا ومن شاء ياتي ياتي ومن شاء انكر وداد المقفل المهد محافظا ومن شاء ياتي ياتي ومن شاء انكر على الخد دمعي يرجف القلب موهنا ومن شاء ياتي ياتي ومن شاء انكر اناشيد اشعارا محبات الحافظة من شاء ياتي ياتي ومن شاء انكر ترشيب امثال سجود قد خلص ياتي ومن شاء ياتي ياتي ومن شاء انكر لدى الذكر تلفق للذكر حافظة ياتي ومن شاء انكر وحسبي يا مدح المنخم وذكره ياتي ومن شاء ياتي ياتي ومن شاء انكر ولم التفت للغير دارا ملاحظا ياتي ومن شاء ياتي ياتي ومن شاء انكر شفيع الورى ليس العربة مركزا ياتي ومن شاء ياتي ياتي ومن شاء انكر بشرع اله العرش للخلق واعظا ياتي ومن شاء ياتي ياتي ومن شاء انكر عليك صلاة الله ثم سلامه ياتي ومن شاء انكر ورد اليك مثل مرعى فارضا ياتي ومن شاء انكر عليك صلاة الله ثم سلامه ومن شاء انكر وحال وصابئا ولا والمواعظ ومن شاء ياتي ياتي ومن شاء انكر ومن شاء ياتي ياتي ومن شاء انكر ومن شاء ياتي ياتي ومن شاء انكر ومن شاء ياتي ومن شاء انكر فلا نوح دام شيخي ورحمك اولى فلا نوح دام شيخي ورحمك اولى فلا نوح دام شيخي برها دام شيخ برها رضينا بخير العالمين محمد رضينا بخير العالمين محمد رضينا بخير العالمين محمد رضينا بخير العالمين محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين. اللهم يسر ولا تعسر. نعم. ربنا بأحمد التجاني وبأبي إسحاق زيد الخاني وبعلي سيسي والد الحسن يسر لنا الأمور في كل الزمان وحقق لنا الرجاء في كل مكان. نعم. هذه حرف التاء. وأن شكرا ذا مكرنتي حرف النتاء أتكن ديوان النتاء مولانا ومولاه شيخ الإسلام وسعادة الأنام الهاج إبراهيم بن ياس حرف التاء وله عيدا زاده الله فيدا. آمين. نعم. تراني سمير الناجم بالليل حافظا وداد المكفى للعود محافظا على الخد دمعي يرجف القلب موهنا أناشد أشعار المحبة لافظا. نعم. مولانا ومولاكم الحاج إبراهيم نياس كيزن شيدك أيها المخاطب يا كيوانا أبوكي بيرانا تراني كنا غنينا بالليل عذري غني سمير النجم إنا أبوكي بيرانا النجم تولاوا جري أي إياني سني ستدني غني تايا زوني إنا هنجان سما na lura da taularu yace tarani kana gani na Samira Najmi abokin fira da taularu a cikin dare hafizan na kiyaye idadan mukaffa soyayyen nan na Muhammadu al-Mukaffa mukaffa ismun min asma'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam muhafizan hadin kasancewa na ina mai kiyayewa na ruhudu da alƙawla da ke gabana ce duk wani alƙawarin da ke tsakanina da annabi ina mai kiyayewa sa'idin ga jam'i alal haddi ga hawaye yana kwalara yana gudu a kan kumatuna yarjiful qalba mawjinan alqalba zuciya kuma na Ibrahimu gashi yarjifu yana rawrawa yana karkada a cikin dare mawkinan marhanan dare ke wasu sa'o'i a cikin dare ana istimali a ce marhanan na ina shiri ina shirya ina shirya ash'aran waƙe na almahabbati soyayya lafiza ina kuma lafazi ina lafuzza ta ita waƙen nan ina fidda lafazi bayan lafazi akan ash'ar waƙe na almahabbati yabon Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tarashi ba amthali sujudan kad akhlasu lada dhikri tulfil kulla lidhikri hafiza wa hasbi madhul munhamina wa dhikruhu فلم ارتفل للغير دارا ملاحظا. ترى كان هذا الشيخ ودك مريض التيجو ونصوفو امساني مجد شكرنا تكن وانغبوكا تين سجودا ينا سجودي ينا نافلة ينا نيمو كسان تيزو وانا حقيقة اخدسو سنصر كاكا اي كيسو يا ايكيو lada zikiri tulfi al-kulla ka samu kulla kowar dayansu lada zikir gwaron zikir hafiza na'am hafizan kowar nasu har yanzu yana mai kiyayewa da zikiri ga al-qur'an ka same su gurin zikiri duk wani amsani tankana tsoho irina a wanda lokacin ya tsarkake aikin shi yana zikiri ko ka same shi yana karatun alqur'an amma ni Ibrahim Nyas a wanda lokacin madhu munhamina
hasbiya. Abinda ni na isu da shi shine madhu yabon annabi mai suna Munhamina. Wannan Munhamina imma ya zama suna ne ajami Suryaniya dukkan su, ko imma ya zama arabiya yana daukan ka'ida shekace minakun minna minakun annabi huwa minakun minna baiwa ne minna daga gare mu. Ana fadan shi haka ni na shagala madhu Munhamina annabi mai suna Munhamina wa zikiruhu da kuma kama sunan shi hasbiya. Wannan shine abin da ni na isu da shi. Yace falam altafit ni ban zama ina waiwayawa ba mulahizan ina halaro lilgain ga wani wannan ni dai da'iman yabon annabi nake ga wannan suna na filfili wa inna na karatun qur'ani ni dai na isu da in yabi annabi sallallahu alaihi wasallam dahar rayuwana. شفيع الورى ليس عروبات مركزان لشرعه إله العاشر الخلق واحدا عليك صلاة الله ثم سلامه ورهت إليك مثل من راه فارزا عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب عنه لا قل مواعظا. نعم النبي النبي نكي يبو هو شين شفيع الوراء ميشيتون الوراء تالكي باكيدا شين ما ليس العروبة زاكي كيننا لارباوة wasu malumman na fasarta aruba da asali shine laysu zaki na al'aruba na usuli asalin zaki ke markazan shine kuma headquarters li shar'i ilahi al'arsh da shari'an nan na ilahi al'arsh Allah ubangijin al'arsh wa izan shine kuma mai yin gargadi lil halqi ga halitta shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayyiban annabi wanda yake shafiul wara hayya sirran shi ne laysul aruba markazan bi shadi ilahi al'arsh shi ya shigar da salati yana cewa alayka salatullah salati na Allah summa salamuhu sa'ilan aminci na Allah ya tabbata alayka a gare ka ورحت إليك نأتفي أود بابك وداوما نأتفي دي شيخ إبراهيم إليك إذوا قريك مثل قتنت من ونند راها يتفي كارذا ينا نيمان بقاروا ونن كارذا كاقد يوى مالمي يتيما ينا مي تقريزي بقاروا ونن أقوي ونمتن هرجع لتربي قرص ya fita don ya nemi kur bagaruwa siro ne ma'rufi ya gurin arab tun ranga ya fita har yau maganan ga da nake yi bai dawo ba. To akan haka nan larabawa suna buga misali da shi akan abinda har abada ba zai aikata ba. Mutum in ba zai yi abu ba sai ya ce ba zan yi ba hatta ya udan na qarizu har shedin qarizu. Mutumin nan da ya fita neman bagaruwa shedin ya dawo lokacin na aiki shi ko bai dawo. To ni ma na tafi ilaika zuwa gare ka ya rasulullahi misla kwatancin marraha mutumin nan da ya tafi halin kasancewar shi qarizan yana neman bagaruwa ni ma na zo gunka ya manzon Allah irin wannan alayka salatullahi summa salamuhu wa alin wa sahbin annahu la kul mawa'iza yace salati na Allah summa salamuhu sa'ilin aminci na Allah ya tabbata alayhi ga annabi wa alin da alayansa wa sahbin da sahabansa wa inda suka haɗu da almawa'iza gargadi anhu da shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم
ما سبق ناصر لك بالحق ولا هادي الى صراطك المستقيم وعلى آله القدر ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بالحق ولا هادي الى صراطك المستقيم وعلى آله القدر ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بالحق ولا هادي الى صراطك المستقيم وعلى آله القدر ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.